قمة كبيرة مهمة للغاية بداية الأسبوع القادم في المملكة العربية السعودية، تأتي بعد زيارة شهدناها لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية. التقى فيها مستشار الأمن القومي الأمريكي، وزير الدفاع الأمريكي، وزير الخارجية الأمريكي، أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤولين مهمين أيضا. وها نحن أمام قمة بداية الأسبوع القادم، بتقديرك ما الذي سيصدر من هذه القمة، خاصة وأن السعودية هي التي تقود هذه القمة في ظروف صعبة للغاية كما تفضلت الآن في شرحك للموقف؟ أسامة أحمد، شوف، السعودية الآن ليست سعودية قبل 10 سنوات، حصل تحول بالدبلوماسية السعودية في المنطقة العربية. إن من أهم ما أفرزته المعركة في غزة يعني أعادت محورية القضية الفلسطينية المنسية، والتي عبرت عنها في الإعلام وفي الحلقة السابقة أستاذ أحمد، حينما قلت يعني the forgotten Palestinians، يعني الفلسطينيون المنسيون. الآن إن من أهم ما يميز الصراع هو عودة يعني داخلية الصراع. أستاذ أحمد، إسرائيل كانت تقود حرب مع إيران، كانت تقود حرب مع لبنان، كانت تقود حرب في سوريا، كانت يعني لا أحد يفكر بالقضية الفلسطينية. انتهت القضية الفلسطينية منذ أن خرج شارون من غزة، يعني حصل انقسام بين حماس وفتح، وهذا الانقسام الداخلي أضعف هذه المحورية. ثم بدأ العرب دخول إيران وتوسعها بالمنطقة، جعلهم يعني بين كماشتين، إسرائيل من خلفهم وإيران من أمامهم، فبدأت تقلل يعني الضغط، يحاولون تقليل الضغط عليهم، فابتعدوا عن محورية القضية الفلسطينية. موقف العودة السريعة لبعض الدول العربية وعلى رأسها مصر والسعودية، وهاتان الدولتان أستاذ أحمد من الدول المحورية بالمنطقة، يعني مصر هي دولة القوى البشرية والسعودية هي دولة القوى الاقتصادية في المنطقة. فلذلك أعتقد أنه هي محاولة لاستعادة زمام المبادرة. هذه مشكلة فلسطين هي مشكلة عربية، هي ليست مشكلة إيرانية، يعني هو صراع عربي فلسطيني، يعني عربي إسرائيلي، مش صراع عربي إيراني. إيران تتصارع مع إسرائيل، ليس لديها مشكلة، لا توجد جغرافيا إيرانية اقتلعتها إسرائيل من إيران، ما اقتلع من العرب. إيران تتصارع مع إسرائيل من أجل نفوذها بالشرق الأوسط، من أجل أن يعني أن تصبح قوة منافسة يكون لها دور في المنطقة يستمع له الغرب. وإسرائيل هي دولة التفوق الغربي، إسرائيل هي دولة صغيرة جدا صنعت في الشرق الأوسط، ولكن يراد لها أن تمتلك يعني إمكانيات دولة متفوقة جدا، وكأنها أمريكا أو روسيا أو بريطانيا مثلا، قدرة عسكرية هائلة. والآن الذين تم دعوتهم للحرب أستاذ أحمد، 10% أثر على الاقتصاد الإسرائيلي الداخلي، لأنهم كلهم يعملون، يعني دولة ليس لديها مقدرات بشرية عالية مثل مصر على سبيل المثال. هذه النقاط أستاذ أحمد بدت تجعل العرب يتسارعون لأخذ زمام المبادرة، إدارة فكرة صراع، تشكيل الحضور عبر بوابة القضية الفلسطينية، خصوصا وأن الفلسطينيين الآن في حالة مواجهة داخلية، الحرب داخل إسرائيل أستاذ أحمد، هذه مثل الحروب الأهلية، مثل الحرب اللي صارت بسوريا. نعم، يعني هو غزة إيش قد تبعد عن تل أبيب، يعني أما غزة إيش قد، يعني بالأرقام، يعني وكأنك في تقاتل في مدينتك، هي حرب أهلية، إيش بقى بالحرب الأهلية، يعني الجغرافيا متداخلة، هاي الدولة محتلة هاي الدولة ومتداخلة معها. فالصراع داخل فلسطين مع إسرائيل مرعب بالنسبة لإسرائيل أستاذ أحمد، مدمر من الداخل، وأشبه بالحرب الأهلية، فهمت إن شاء الله؟ طيب، فهنا العرب سيعيدون محاولة تنظيم الدبلوماسية العربية، يعني بحسب وجهة نظري محاولة إعادة صياغة المواقف الدبلوماسية للضغط على المنظومة الغربية. أنا أعتقد السعودية، بس إذا سمحت لي بهاي الانتشار أستاذ أحمد، لأن أنا من أتحدث عن القضية الفلسطينية أخوض في التفاصيل، يعني فأرجو أن تسامحني يعني إذا شوية طول. فأعتقد العربية السعودية ستحاول أن تنظم موضوع الدبلوماسيات دول الطاقة العربية، ممكن يعني مؤشر طرد السفير الإسرائيلي من البحرين
أنا أعتقد مرتبط خصوصا وأن الدبلوماسية البحرينية السعودية مشتركة، يعني دول دبلوماسيتها قريبة جدا، فأنا أعتقد مرتبط بموضوع القمة. المؤتمر السلام الذي حصل بمصر والفشل بتقريب الدول الغربية ظلت مصرة على الموضوع الإسرائيلي وإدارة حماس، والدول العربية كان لديها موقف مرتبط والشعب الفلسطيني، هذه الثنائية ممكن أن يكون هناك يعني تبادر السعودية مع التنظيم مع مصر والأردن لإعادة إنتاج قرار جديد يجذب العالم ليدعم الدبلوماسية العربية في هذا الاتجاه، خصوصا وأن العرب لا زالوا دعاة سلام.